السلام عليكم، وياكم علي اليوم. وقوم سؤال حلقتنا اليوم، وين خاطرك تسافر حق سياحة؟ تركيا والله خاطري. سريلانكا. حق سياحة المغرب. وانا؟ المغرب. خير ولا المغرب؟ حق سياحة. سياحة؟ وساعة في الصد، قول له فوق السطح مالتي. حق سياحة؟ المغرب. طيب وياك حبيبي، تسلم. حق السياحة الحين أكثر الناس اللي تروح وانا يا تركيا يا تروح اللي هو أذربيجان، هاي المناطق هاي. أنا رحت تركيا، يعني سافرت إلى تركيا وقعدت فيها، ويعني الحمد لله استانس منها، قعدت فيها شهر كامل. يعني منطقة ابتعد عن العاصمة، تشوف مناطق جميلة وأمان فيها وكل شيء، ريفية وحليوة، في مناطق يعني سياحية حلوة. السياحة أروح تركيا شكل ما الصبيان يتكلمون عن تركيا وأذربيجان وروسيا، وعلى سبيل المثال هالمحلات هالحلوة. السياحة أنا صراحة ما أحب أسافر سياحة، أنا ودني مكان أزور، ودني كربلاء النجف، هلا خاطري.